الخامسة بتوقيت الرياض، أهلا بكم. تضارب في نتائج محادثات القاهرة، الهدنة انتظار. صواريخ حوثية تصيب سفينة سويسرية. وأمريكا تبدأ الثلاثاء الكبير، ماذا لو عاد ترامب؟ أهلا بكم. عقب الحديث عن انهيار محادثات القاهرة حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، كشفت مصادر العربية أن هذه المباحثات مستمرة ولا صحة لانهيارها. المصادر ذاتها أكدت أن المفاوضات تواجه عدة مصاعب. يأتي ذلك بعد أن قال القيادي في حماس باسم نعيم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد اتفاقا، مضيفا أن على واشنطن الضغط عليه للتوصل إلى الهدنة. في المقابل أكدت مصادر إسرائيلية للعربية ألا تغيير بوضع المفاوضات بشأن الهدنة، وأن تل أبيب ما زالت تنتظر رد حماس. واشنطن طلبت من إسرائيل تحديد جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، طلب أمريكي جاد نقله مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان إلى عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس في واشنطن. سوليفان أبدى انزعاج واشنطن مما وصفها بالخطط الإسرائيلية المبهمة في غزة وفقا لتقارير إسرائيلية. ولمعرفة ما آلت إليه المفاوضات المتعثرة في القاهرة بين إسرائيل وحماس، ينضم إلينا من القاهرة مراسل العربية أحمد عثمان. أحمد، أهلا بك. ما حقيقة انهيار هذه المفاوضات من عدمه؟ نعم، أهلا بك كريستيان. بالفعل بعد أن كان هناك خبر عاجل منسوب لوكالة رويترز حول انهيار المفاوضات في القاهرة، أكدت مصادر مصرية للعربية بأن المفاوضات مستمرة وأن هناك بالفعل بعض النقاط الخلافية التي يتم محاولات لاحتوائها على مدار الأيام الثلاثة، ولكن المشاورات والمفاوضات لم تنهار وأن هناك استمرار ومحاولات لإنقاذها والوصول إلى مساحات متفق عليها. بحسب ما علمنا بأن هذه النقاط الخلافية هي مستمرة ربما منذ اليوم الأول وتتعلق بعدد من النقاط. هناك من الجانب الإسرائيلي الذي أكد بأنه هو في انتظار ما تم الاتفاق عليه أو ما يطلق عليه ما بين هلالين بمسودة باريس 2، وأن هذه المسودة ترى عليها بعض التغييرات، وأن ردود حماس منذ اليوم الأول ليست كافية والبعض وصفها حتى بأنها ضبابية، وأن هذا هو سبب عدم وصول وفد إسرائيل ومشاركته في هذه الجولة في القاهرة. هذه النقاط ربما تتركز حول مجموعة من الأمور أو العناوين التي تحدثت عن رغبة من حماس في أن يكون هناك من شروط هذه الصفقة أن يكون هناك زيادة في أعداد من سوف يطلق سراحهم، من يطلق عليهم بأصحاب الأحكام الكبيرة، وهو شرط ربما رفضته إسرائيل. أيضا نقطة ثانية تتعلق بعدد وسن من سوف يعودون، وأيضا أحد الشروط أن يكون هناك ضمانات لعدم اجتياح مدينة رفح. هذه هي النقاط الخلافية والتي هناك محاولات حثيثة حتى الآن. طيب أحمد، هذا إضافة طبعا إلى نقطة أساسية كانت دائما تطرحها إسرائيل، وهي قضية معرفة عدد الأسرى المحتجزين لدى حماس والذين لا يزالون أحياء. ماذا عن هذا الشرط؟ يعني هل حماس قابلة للتجاوب معه بأي طريقة؟ في هذه النقطة تحديدا كان هناك أخذ ورد منذ اليوم الأول، لأن هذه النقطة كانت على طاولة المفاوضات، وكان هناك من يرى بأن هناك ليونة في هذه النقطة فيما يتعلق برد حماس حول تقرير مصير من لقى حتفه، من هم على قيد الحياة العسكريين. هناك أيضا عدد أو نسبة الأعداد التي سيتم تبادلها في حال الوصول سواء من مدنيين وربما تأجيل العسكريين إلى نقطة أو مرحلة لاحقة حتى الآن، ولكن النقاط الخلافية
الإنسانية التي طرأت ربما خلال الأيام الأخيرة والساعات الأخيرة هي فيما اعتبره البعض بأن هناك تغييرات عما تم الاتفاق المبدئي عليه في باريس 2، حتى بعض الأمور الفنية التي تم الاتفاق عليها بشكل جزئي من خلال اجتماعات الدوحة. الآن في القاهرة هناك محاولات للوصول إلى يعني مساحات من الاتفاق والاختلاء من المساحات من الاتفاق حول هذه النقاط الخلافية. هناك بحسب ما علمنا صعوبة في الفعل في الوصول إلى هذه المساحات، ولكن هناك محاولات مستمرة. من المفترض كان أن تكون هذه الاجتماعات على مدار يومين، أمس وأمس الأول، مددت اليوم لليوم الثالث. لا أحد يستطيع أن يتحدث بأنها هناك نبرة تفاؤل كبيرة، ولا أحد يستطيع أن يتحدث. ولكن أحمد يحكي عن ضغوط على الطرفين، هناك من يرى من أجل أن يتوصلوا إلى هدنة قبل رمضان. هل هذه يعني الضغوط ملزمة بحسب ما تشاهده وتسمعه؟ بالفعل يعني فيما يتعلق بالضغوط، هناك ضغوط كبيرة على الجانب الإسرائيلي من قبل إدارة الولايات المتحدة الأمريكية، أيضا فيما يتعلق بضغوط على حماس، هناك أيضا ضغوط من قبل الولايات المتحدة، وهناك محاولات لإثناء حماس في تغيير أو بعض الليونة في المواقف فيما يتعلق بمصر، لأن الأولوية وأيضا من الوسيط القطري، لأن الأولوية الآن هي للوصول لهدنة ما قبل رمضان، وهو الطلب الذي أعلنته الإدارة الأمريكية على لسان كل من بايدن وعلى لسان أيضا نائبة الرئيس، والتصريحات التي تخرج من واشنطن مؤخرا تؤكد بأن هناك رغبة إقليمية ودولية بأن يكون هناك وصول لهذه الهدنة بشكل أو بآخر، وأن هناك تم الاتفاق على بعض العناوين من باريس 2، 6 أسابيع كمرحلة أولى، بعض الخلافات حول النسب التي سوف يتم إطلاق السراح على أساسها من الجانبين. ولكن هناك من يرى من قبل محللين بأن ما يحدث الآن ربما هي أحد يعني ألعاب التفاوض فيما يتأبه من كل الأطراف لتحميل الطرف الآخر المسؤولية من خلال الوصول لأكبر شروط تمثل بالنسبة إليه نوع من النتائج الأفضل. شكرا جزيلا لك أحمد عثمان مراسل العربية، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا لك. المتاهة هذه، عدم إيجاد ضوابط في توزيع المساعدات هذه مسؤولية المجتمع الدولي كله، اللي وصلوا الناس اللي تعمل في حالها المنظر هذا. المقاطير دعست على الناس، الكبابات دعست على الناس، القذائف نزلت في وسط الناس، الرشاشات وإطلاق النار فوق رؤوس الناس، هذا يرضي مين؟ أنا جاي من مخيم جبالية، اللي جابنا الجوع، يعني إحنا مش جايين لا نطش ولا نقعد هيك، جايين إحنا اللي جابنا الجوع، إحنا في الشمال بنعيش وضع مأساوي على الآخر، جينا هان على دوار الكويت دولة، قابلونا اليهود بالقذائف والطخ على بودنا، على الجميع في إصابات وفي قذائف وطخ. لكن هلقيته واحنا بنستنى قاعدين في المساعدات، ليش بطخوا علينا؟ ليش بضربوا قذائف علينا؟ مين إحنا؟ احنا قاعدين نستنى للطحين ناكل، ايش اللي بمرقوها؟ والله الوضع سيء، لانه احنا طالع انت مش قادر توفر قوت ابنائك، يعني طبعا انت مش قادر تعيش، مش قادر توفرهم اي حاجه، اطفالنا جاعت. حسبي الله وانت نعم الوكيل. على هامش الاجتماع الوزاري الطارئ لدول منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التطورات في غزة والتصعيد في المنطقة. ونبقى في غزة حيث تلاحق إسرائيل كل شيء، بشر ومنظمات. المتحدث باسم وكالة الأونروا عدنان أبو حسنة أكد للعربية أن الاتهامات ضد موظفي الوكالة تتعلق بأهداف سياسية تريد إسرائيل تحقيقها، مشددا على أن الأونروا تعمل بقرار من الأمم المتحدة وليس من إسرائيل. الدفاع المدني في قطاع غزة أكد أن الجيش الإسرائيلي يكرر استهداف الساعين للحصول على المساعدات، وأضاف في بيان له أن هناك تعمدا لإطلاق النار تجاه النازحين لخلق حالة من الفوضى، ووصف البيان طريقة إيصال الشاحنات وظروف حصول سكان القطاع عليها بأنها فوضوية ومهينة. وبعد كل هذه الممارسات الإسرائيلية تتصاعد التساؤلات، هل إسرائيل فوق العقوبات الدولية؟ نذكر هنا أو نذكر بأن عديد الدعاوى ضد إسرائيل وضد مسؤولين إسرائيليين أصبحت طي النسيان في محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية.
والفارق بين المحكمتين أن محكمة العدل تمثل أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة وتختص بالفصل في النزاعات بين الدول، بينما تختص الجنائية الدولية بمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم دولية مثل الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. ومن العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس ينضم إلينا لويس مورينو المدعي العام الأسبق للمحكمة الجنائية الدولية. أهلا بك سيد لويس. كما نعلم بأن المحكمة العدل الدولية أقرت أن إسرائيل يجب أن تتخذ إجراءات لحماية المدنيين، ومن ثم بعدها طالبت رئاسة جنوب أفريقيا بأن تفرض المحكمة سلطاتها لتحقيق هذه الأهداف وهي رفضت. اليوم مع استمرار إسرائيل بممارساتها، ما الذي يتوجب على المحكمة القيام به أو ما الذي يمكن أن تقوم به؟ Well, the International Court of Justice is إن محكمة العدل الدولية مهمة جدا، وعندما ترى أن هناك مخاطرة كبيرة بوقوع إبادة في غزة وطلبت من إسرائيل تغيير سياستها، والآن سترى المقترح الإسرائيلي، لكن في الشكل الموازن هناك لابد من عدم الاعتماد فقط على العدالة. ربما الدول ربما توفر منظومة للتدخل بالأمن، وبالتالي تطوير قوة لتحقيق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين. نحن بحاجة لتدخل طرف ثالث، وذلك الطرف ليس أمم متحدة بل هي الدول العربية وربما السعودية العربية. لابد أن تتخذ هذا الموقف الريادي وبشكل قوي، وأعتقد أن هذا هو الدور يجب أن يتخذه. طيب، ولكن عندما تتحدث عن منظومة من نوع آخر، لا نتحدث هنا عن دور الدول، ولكن كمنظومة ما الذي يمكن فعله بهذا الإطار؟ يعني محكمة العدل الدولية لم تصل إلى أي نتيجة الآن، محكمة الجنائية الدولية أيضا لم تصل إلى أي نتيجة. دائما هناك اتجاه إلى أن إسرائيل هي فوق كل الإدانات وكل المحكمات وكل الأحكام. بهذه الحالة ما الذي يمكن القيام به؟ كما قلت، فإن المنظومة الدولية لديها محكمتين، المحكمة الجنائية والمحكمة محكمة العدل، وهي موجودة في غزة وفي الضفة الغربية، ولكن هذا العمل بحاجة للوقت، وليس لدينا الوقت الكافي لحماية الفلسطينيين اليوم. أما محكمة العدل الدولي فقد قالت أن هناك احتمالية وقوع إبادة، ودعت إسرائيل لاتخاذ الخطوات الوقائية، لكن المنظومة الدولية قضائية تشمل الدول مثل السعودية، الإمارات وقطر المهتمة بما يحدث هناك. يجب أن تجتمع لتناقش استراتيجية جديدة، وبالتالي يكون هناك قرار لوقف الإبادة باتفاق مع إسرائيل وفلسطين واتخاذ الإجراءات التي طلبتها المحكمة الدولية. والآن حان الوقت لأن نكون مبتكرين نوع شيء في هذه الخطوات. التنفيذ هو بيد الدول والمحكمة قامت بدورها، وبالتالي أنا أقترح على العالم العربي لابد أن يكون هناك حل
حل بقيادة عربية. هذه النقطة التي أطرحها، وكيف يتم تنفيذ الحل، والمحكمة بحاجة لدول كي تساعدها. طيب سيد مورينو، أيضا إضافة إلى ما تتفضل به، كان لك في السابق تصريح لافت قلت فيه بأن شحنات الأسلحة التي تصدرها الولايات المتحدة إلى إسرائيل تعتبر نوعا ما إبادة جماعية بحق المدنيين في غزة. بهذه الحال، ما الذي يمكن برأيكم للمجتمع الدولي أن يفعله لإيقاف تدفق الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل؟ النقطة التي طرحتيها مهمة جدا. فمحكمة العدل الدولية تقول أن هناك احتماليات إبادة، وشركاء إسرائيل وخاصة الولايات المتحدة يجب أن تتخذ الحيطة كي لا تشارك في هذه الإبادة. هذا هو الإطار القانوني، لكننا هنا نحاول أن نعود إلى الوراء وأرى أن الولايات المتحدة ورئيسها الآن ليسوا قادرين على وقف سياسات نتنياهو. شكراً لذلك أعتقد أن الولايات الفكرة المتحدة. سيد لويس مورينو المدعي العام الأسبق للمحكمة الجنائية الدولية، شكراً جزيلاً لك. وننتقل مشاهدينا إلى جدة، وكلمة لوزير الخارجية السعودي. أثني على جهود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ممثلة بالأمين العام وطاقم العمل في الإعداد والتنسيق لعقد هذا الاجتماع. الأخوة الكرام، إن اجتماعنا اليوم يأتي تأكيدا على ضرورة مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وضمان حماية المدنيين ورفع الحصار عن قطاع غزة وتمكين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل دائم. إن المملكة تحذر من التداعيات بالغة الخطورة لاقتحام واستهداف مدينة رفح في قطاع غزة، وإن خطط توسيع العمليات العسكرية نحو رفح لن تجلب سوى المزيد من المعاناة للمدنيين العزل والمستهدفين في قطاع غزة. وترفض دولنا بشكل قطعي التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى خارج الأراضي الفلسطينية، وتؤكد أهمية السماح بالعودة الفورية للنازحين بشكل آمن. إن المملكة العربية السعودية من خلال اتصالاتها الثنائية المباشرة مع معظم دول العالم وعبر دورها ضمن اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض، دعت كافة الأطراف الدولية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إيقاف الحرب وهذا التصعيد غير المسؤول وحماية المدنيين الأبرياء ومنع التهجير القسري. ولقد لمسنا تطوراً إيجابياً في مواقف بعض الدول وتفهماً لحجم الكارثة، ورأينا تزايداً في عدد الدول التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، كما سمعنا من عدد من الدول عن استعدادهم من حيث المبدأ الاعتراف بدولة فلسطين. وفي هذه الصدد نوجه رسالتنا لتلك الدول بأن الوقت قد حان لاتخاذ قرارهم بالاعتراف بدورة فلسطين واستمرار الضغط على إسرائيل لوقف الحرب في غزة والقبول بحل الدولتين. وبالرغم من تفاقم المأساة الإنسانية وسقوط ما يتجاوز عن 30,000 قتيل وتجويع أكثر من 2 مليون شخص وانعدام الأمان وتدمير الخدمات الأساسية والبنية التحتية، فإن الحقيقة المرة أن المجتمع الدولي لا يزال يقف عاجزاً عن وقف هذه المذبحة بحق الإنسانية وبحق القيم الدينية والإخلاقية والدولية المشتركة. وإننا نلاحظ أن التصعيد الإسرائيلي الوحشي يستمر ضد المدنيين في غزة وفي الضفة الغربية. وفي هذا الإطار، فإن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول بحق المستوطنين المتطرفين يعد أمراً إيجابياً، إلا أن هذه الإجراءات تبقوا غير كافية في حال لم تتم محاسبة المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية الذين يقفون خلف تمكينهم منها، مما ينذر بانهيار كامل لمصداقية المؤسسات الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وفي ظل هذه الأزمة، أقدمت العديد من الدول على إيقاف تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بسبب الادعاءات الغير مثبتة التي تواجهها،
ونحن على ثقة بالتزام معالي الأمين العام المتحدة بإجراء التحقيقات اللازمة واتخاذ ما يلزم بناء على النتائج، ونحذر من محاولات زعزعة الثقة وإلغاء الدور المهم الذي تقوم به وكالة الأونروا، ونشدد على أهمية دعمها خاصة في ظل ما يقدمه العاملين في وكالة الأونروا من تضحيات إنسانية تسببت في مقتل العديد منهم وإصابة الآخرين جراء القصف الإسرائيلي العشوائي على دور الإغاثة في قطاع غزة ومحيطها. إن استهداف الأونروا في هذا التوقيت سيلحق الضرر بالمدنيين الأبرياء في غزة ويفاق من معاناة الشعب الفلسطيني، ومن هذا المنطلق ستواصل المملكة دعمها لوكالة الأونروا وتحث كافة الداعمين على الاطلاع بدورهم الداعم للمهام الإنسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين داخل قطاع غزة المحاصر وفي كل مكان. وندعو الدول التي علقت دعمها بالعدول عن هذا القرار نظرا لأهمية استمرار الوكالة في أداء مهامها بما يضمن توفير المتطلبات الأساسية للفلسطينيين للتخفيف من أثر الأزمة الإنسانية التي تشهدها فلسطين المحتلة. ونؤكد مجددا وبكل وضوح على ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه الحصول على حقوقه في المعيشة بأمان وتقرير المصير عبر مسار موثوق لا رجعة فيه لإقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمته القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مشاهدينا كنا مع هذه الكلمة لوزير الخارجية السعودي الذي دعا كل الدول الداعمة للأونروا باستكمال دعمها لهذه المنظمة، كما أنه دعا إلى وقف لإطلاق النار وإلى هدنة وإلى ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ونتابع مع الكلمات في جدة، والآن كلمة وزير الخارجية الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أتوجه بتحية اعتزاز وإكبار لشعبنا الفلسطيني البطل في كافة أماكن تواجده، وأخص بالذكر شعبنا الأبي وأهلنا في قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع أشكال ومظاهر الإبادة الجماعية، والتي كان أحد آخر أبشع فصولها ما أطلق عليه بمزرة الطحين. هذه المزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال صبيحة يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024 بحق المدنيين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات في مدينة غزة وشمالها، والتي خلفت العشرات من الشهداء، 124 شهيد وأكثر من 800 من الجرحى، هي جزء لا يتجزأ من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الفاشية الإسرائيلية، وتثبت مجدداً مضيها في سياستها المعلنة في تهجير شعبنا بالقوة، وإثبات آخر للمجتمع الدولي والدول التي تدعم إسرائيل على أنه لا بديل عن الوقف الفوري لإطلاق النار كسبيل وحيد لحماية المدنيين وإغاثتهم. سيد الرئيس، أتوجه بالشكر والتقدير لجميع الدول الأعضاء الذين تداعوا لعقد هذا الاجتماع الاستثنائي، وأخص بالذكر المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية إيران الإسلامية، بالإضافة إلى بلدي دولة فلسطين، وكافة الدول الأعضاء الأشقاء المشاركين لإدراكهم للمخاطر الحقيقية التي تهدد القضية الفلسطينية وما يتعرض له أبناء شعبنا في كافة أرض دولة فلسطين بالضفة الغربية بما فيها القدس الشريف وفي قطاع غزة بالتحديد، من كارثة إنسانية وإبادة جماعية غير مسبوقة. نكتفي مشاهدينا بهذا القدر لكلمة وزير الخارجية الفلسطينية. الخامسة مستمرة ونتابع فيها. واشنطن تؤكد أنها لن تتراجع عن ضرب الحوثيين وتقول إن تهديداتهم مقلقة.
بكم من جديد. نواصل الخامسة من البحر الأحمر حيث التصعيد مستمر. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من الأراضي اليمنية صوب جنوب البحر الأحمر، ولم يحدث أو يحدث أي أضرار أو إصابات. كما أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين باتجاه خليج عدن، أحدهما أصاب سفينة حاويات مملوكة لسويسرا. إلى ذلك، رصدت كاميرا العربية حالة السفينة البريطانية روبيمار التي باتت شبه غارقة أمام سواحل اليمن بعد استهدافها من قبل الحوثيين. وكما نشاهد، لم يعد سوى مقدمة السفينة فوق المياه. السفينة روبيمار تحمل أطنانا من مادة كبريتات الأمونيوم، مما يثير مخاوف من تسمم المياه ونفوق الأسماك في ظل تحذيرات من كارثة بيئية وشيكة. لن نتراجع عن ضرب الحوثيين، العنوان الأبرز لتصريحات منسق شؤون الاتصالات بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، الذي أكد أن الحوثيين مستمرون في نهجهم وأن واشنطن تأخذ تهديداتهم على محمل الجد. نفذنا ضربات ضد الحوثيين لتقويض قدراتهم في مناطق سيطرتهم في اليمن، ولن نتراجع عن هذا الأمر. سنفعل كل ما يلزم لحماية أمن السفن. كلما رأينا تهديدا من الحوثيين سنرد، لأننا نمتلك الإمكانيات اللازمة. الحوثيون مستمرون في نهجهم، وإغراق إحدى السفن التجارية يمثل تهديدا كبيرا، وسنأخذه على محمل الجد. ومعنا هنا في الاستوديو رماح الجبري، مدير المرصد الإعلامي اليمني. أهلا بك أستاذ رماح. إلى الخامسة، رأينا أنه بالرغم من كل الإجراءات، إن كان السياسية عبر إعادة إدراجهم على قائمة منظمات الرعاية للإرهاب، أو حتى العسكرية عبر ضرب منشآتهم بالداخل اليمني، والمهمة البحرية إسبيديوس التي مهمتها الحفاظ على الأمن في البحر الأحمر، بالرغم من كل هذه الإجراءات لا يزال الحوثيون يقومون باستهداف السفن المتواجدة في البحر الأحمر. باعتقادكم، ما المقاربة التي يجب على هؤلاء الدول انتهاجها لوضعهم عند حدهم؟ صحيح. الحقيقة أنه إلى حد الآن العملية العسكرية أو ما يسميها الأمريكان عملية الردع، هي ليست عملية ردع حقيقية، هي لا تزال تتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها في سياق الدفاع عن النفس. عملية الردع الحقيقية أنا في اعتقادي أنها تتطلب الانتقال لمرحلة أخرى، مرحلة إما لاستهداف القيادات الحوثية، إما لاستهداف تقنيات الميليشيا الحوثية بشكل أوسع. الميليشيا الحوثية لا تستخدم المعسكرات التقليدية أو الأعراف العسكرية المعروفة، هي تستخدم إما مزارع أو مواقع عسكرية موهة غير تقليدية، هي لا تتعامل بالقواعد العسكرية المعروفة. حاليا ما يحدث، ربما هناك استهداف لمواقع عسكرية كانت قصف المقصوف، بالإضافة إلى أنه كما تحدثت الفاينانشال تايمز بالأمس تقول أنه هناك صعوبة في الوصول إلى المعلومة، بمعنى أنه إما أنه هناك تخبط أو أن هناك لا تزال ردود الفعل، ونحن أكثر من شهرين. برأيك لماذا حتى الآن لم يغير هذا النهج مع أنه أثبت فشله؟ نعم. يعني هل باعتقادكم لأنهم لم يتضرروا كفاية؟ كيف يمكن نعم. تبرير نهجهم؟ هناك قناعات، ربما قناعاتي وقناعات الكثير من الشارع اليمني، أن ما يحدث هو في سياق رد الفعل ورسائل قد تكون في الداخل الأمريكي أكثر ما هي رسائل أو عملية ردع حقيقية. الإدارة الأمريكية مقبلة على انتخابات، كانت صمتت كثيرا على العمليات في البحر الأحمر. مؤخرا كان هناك الإعلام الأمريكي يتحدث أن ما يحدث إذلال الولايات المتحدة الأمريكية، هذه مثابة ردة الفعل وتبرير أمام الناخب الأمريكي أو في الداخل الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بدورها لحماية الملاحة البحرية والسفن الأمريكية دون ردع حقيقي. الميليشيا الحوثية لا تزال تستفيد من هذه الأحداث في البحر الأحمر، والضربة كما يقول المثل، الضربة التي لا تقتلك تقويك. لذلك الميليشيا الحوثية بالفعل، يعني هنا إلى أي مدى ما يحدث يعزز يعني موقع الميليشيا الحوثي في الداخل اليمني، ويمكن أن يبعدهم أكثر عن القبول بالعودة
إلى طاولة المفاوضات؟ الحوثية حاليا هي ترى في ما يحدث في البحر الأحمر منفذ ملائم للهروب من استحقاقات عملية السلام. كان هناك إعلان الأمم المتحدة لخارطة طريق السلام في اليمن. الميليشيا الحوثية كانت جاء قيادتها إلى الرياض أملا في الوصول إلى حلول سياسية نظرا لضغوط الداخل اليمني وحالة الاحتقان والرفض الشعبي للميليشيا الحوثية الذي كان يهدد بثورة تقتلع الميليشيا الحوثية في مناطق سيطرتها. وجدت الآن في القضية الفلسطينية منفذا للهروب للاحتماء بالقضية الفلسطينية من الشعب اليمني ولتحقيق مكاسب سياسية إما سياسية أو عسكرية أو جماهيرية ومعنوية للشعب اليمني. لا يمكن أن تخفف معاناة أبناء الشعب اليمني بل هي تعطي دافع معنوي يمكن أن يعزز رغبة لدى أبناء الشعب اليمني كون القضية الفلسطينية بالنسبة لهم قضية مركزية أولى لا يمكن المساومة عليها. يمكن أن يقدموا كل احتياجاتهم دفاعا عن القضية الفلسطينية. الميليشيا الحوثية تحاول استغلال هذه النقطة لتحقيق مكاسب سياسية. أيضا إيران من خلفها لحد الآن العمليات الحوثية في البحر الأحمر لا يوجد مستفيد، المتضرر الجميع عدا إيران، لأنه الضرر طال كل الدول ما فيها الدول العربية، مصر التي فقدت 50% من إيرادات قناة السويس، الأردن تقول أنها تضاعفت 200% تأمين الشاحن أو رسوم الشاحن، اليمن أيضا تضررت وتضاعفت العمليات نسب الشاحن من $2000 إلى $12,000 في ارتفاع نسبة كبيرة بمعنى أنه الضرر كبير المستفيد إيران، بمعنى أن الميليشيا الحوثية لا تتعامل مع مصالح اليمنيين بل تتعامل مع مصالح إيران بدرجة أساسية. شكرا جزيلا لك رماح الجبري مدير المرصد الإعلامي اليمني، كنت معنا هنا في الاستوديو، شكرا لك. الخامسة مستمرة ونتابع فيها. ماكرون يدعو حلفاء كييف إلى دعمها ويحذر من المآسي التي تنتظر أوروبا. أحييكم من جديد. في تطور لافت بشأن التسريبات، صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس أن التسجيلات المسربة والتي تتضمن حوارات ضباط ألمان بخصوص الوضع في أوكرانيا كانت نتيجة خطأ فردي وليس إخفاقا في النظام الأمني للاتصالات العسكرية. وأكد بيستوريوس أن أنظمة الاتصالات العسكرية الألمانية لم تتعرض لأي خطر. مسؤول في حلف الناتو أو مسؤولون عبروا عن دهشتهم من المستوى المهني المتدني للضباط الألمان الكبار الذين بحثوا ضرب جسر القرم وفق التسريبات الأخيرة. ونقلت بلومبرغ عن أحد المسؤولين في الحلف وصف الإجراءات الأمنية المتساهلة التي اتخذها الضباط المذكورون بأنها غير مهنية. ونقلت بلومبرغ كذلك عن مسؤول آخر في التحالف أن مثل هذا الإخفال من برلين ليس مفاجئاً. ميدانيا في أوكرانيا، أكد الجيش الأوكراني استهداف السفينة سيرغي كوتوف التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي قبالة شبه جزيرة القرم. الجيش الأوكراني أوضح أن الاستهداف جرى بمسيرات وأوقع أضرارا جسيمة في أسطول البحر الأسود الروسي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا حلفاء أوكرانيا إلى دعمها وألا يكونوا جبناء. ماكرون أشار إلى أن المآسي ستكون بانتظار أوروبا إذا لم تتوقف روسيا على حد تعبيره. من المؤكد أننا وصلنا إلى لحظة في تاريخ أوروبا حيث لا ينبغي لنا أن نكون جبناء. لا أحد يرغب في التفكير في المآسي التي تنتظرنا، وأعتقد أن بلدينا يدركان ما يحدث في أوروبا وحقيقة أن الحرب قد عادت إلى أراضينا وحقيقة أن القوى التي أصبحت لا تقاوم يزداد تهديدها لنا مع مرور كل يوم وتهاجمنا أكثر فأكثر. و
وإلى الشأن الأمريكي الآن، إذ بدأ ملايين الأمريكيين التصويت في الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي في 15 ولاية أمريكية. ترامب وبايدن أبرز المرشحين عن الحزبين، ووفقا لتاريخ الانتخابات الأمريكية فإن الفائز في الثلاثاء الكبير يصبح على الأرجح مرشح حزبه لخوض الانتخابات الرئاسية. إذن الثلاثاء الكبير يبدأ في الولايات المتحدة. دعونا نعود إلى تفاصيل الانتخابات التمهيدية. يصوت الناخبون في 15 ولاية في الانتخابات التمهيدية للحزبين. تحدد هذه الانتخابات حظوظ مرشحي الحزبين الذين سيتنافسون في السباق نحو كرسي البيت الأبيض. في الحزب الجمهوري يحتاج المرشح الأكبر دونالد ترامب إلى 968 مندوبا للحصول على الرقم السحري، وهو 1215 مندوبا لينهي أي أمال لمنافسيه الجمهوريين. أما الرئيس الحالي جو بايدن فلا يواجه منافسة حقيقية من الديمقراطيين، لكنه يحتاج إلى 1762 مندوبا لإعلان ترشحه عن الحزب الديمقراطي. ولمعرفة كيف تسير الأمور في عدد من الولايات الأمريكية تنضم إلينا من ولاية فيرجينيا مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي، من ولاية نورث كارولينا ينضم إلينا مراسل العربية حسين الطود، ومن سانت أنطونيو بولاية تكساس تنضم إلينا مراسلة العربية ريتا سليمان. أهلا بكم جميعا. إلى الخامسة أبدأ معك نادية، كيف تسير الأمور على ما يبدو أنت متواجدة داخل مركز الاقتراع؟ بالفعل كريستيان، أنا هنا في مكلين في هذه المقاطعة الثرية نوعا ما. هناك عدد من المصوتين أو الناخبين الذين أتوا منذ أن فتحت الأبواب صناديق الاقتراع في السادسة صباحا، طبعا ستنتهي عملية التصويت في السابعة مساء. كما ذكرتي هي للحزبين، للديمقراطيين وللجمهوريين. وبالتالي إذا ترينا خلفي أبتعد قليلا، نرى هنا مجموعة من الأشخاص يأتون تباعا. العدد ليس كبير، لكن هي ساعات الصباح الأولى، نتوقع أن يزيد العدد بعد ذلك. وطبعا التصويت سيكون كما هو متوقع، استطلاعات الرأي. الجمهوريين سيصوتون بالأغلبية للرئيس ترامب، والديمقراطيين للرئيس بايدن. لكن المفارقة بأن 70% من الأمريكيين لا يريدون الفائزين، يعني نتوقع فوز بالفعل الرئيسين بايدن وترامب في هذه الانتخابات التمهيدية. رغم ذلك معظم الأمريكيين يريدون أن يكون هناك مرشحين آخرين للانتخابات الرئاسية، لكن هذا هو واقع الحال، هذا السيناريو الذي يتكرر مرة أخرى كما رأيناه في عام 2020. طبعا فيرجينيا ولاية مهمة متأرجحة في الانتخابات الرئاسية، كانت ولاية جمهورية بامتياز حتى أتى الرئيس أوباما في عام 2008 وغيرها إلى ولاية جمهورية، نعم. عفوا ديمقراطية، وهذا بسبب التغيير الديمغرافي. أنا في هذه المنطقة التي أتواجد فيها في عدد كبير من العرب من الأقليات، لكنهم نعم. من ذوي المهن ودخل مرتفع جدا. نعم نادية، دعينا ننتقل، سنعود إليك، دعينا ننتقل إلى زميلنا حسين. كيف هو الوضع في نورث كارولينا؟ هل أيضا لا تشهد عملية إقبال كثيفة بسبب أننا لازلنا في ساعات الصباح الأولى؟ كريستيان، أنا الآن في شمال نورث كارولينا وتحديدا في مدينة رالي، وهي ثاني أكبر المدن في هذه الولاية من حيث التعداد السكاني. الإقبال كان في بدأ على الساعة 6:30 صباحا عندما فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، وسيستمر الاقتراع حتى 7:30 مساء. طبعا الآن أخف قليلا الإقبال، ليس كساعات الصباح الأولى، كان هناك حضور كبير، الآن خف الإقبال، لكن من المتوقع أن يزداد بعد الظهر، وخاصة عندما نقترب من ساعات الإقفال. في هذه المدينة تعول نيكي هايلي على أن تحقق
شيئا ما هنا وفي مدينة أخرى تبعد ساعة ونصف هي جرينزبورو وأيضا في مدينة شارلوت. هذه المدن تستطيع أو تأمل نيكي هيلي أن تجذب عددا من الناخبين وأن تحصل على أصوات وعلى مندوبين. يجب أن نذكر هنا أن دونالد ترامب عام 2016 فاز في هذه الولاية ولكن بنسبة ضئيلة على تيدي كروز آنذاك الذي فاز هنا في رالي وفي جرينزبورو ولكنه خسر في مدينة شارلوت التي فاز بها ترامب. الآن المحللون يقولون بأن نيكي هيلي إذا أرادت أن تحقق نتيجة ما وأن تحصل على عدد من المندوبين عليها أن تحقق نتيجة جيدة في هذه المدينة وفي جرينزبورو وأن تحسن أدائها أيضا في مدينة شارلوت. طبعا القانون هنا في الولاية يسمح لمن يحل ثانيا أن يحصل على عدد من المندوبين إذا تخطى حاجز 20% من الأصوات، ليس كبعض الولايات الأخرى من يفوز بالولاية يفوز بجميع المندوبين. نعم. لهذا السبب أفضل نتيجة ممكن أن تحققها نعم. نيكي هيلي حسب متابعين هي 19 مندوبا نعم. من أصل 74 مندوبا لهذه الولاية. حسين، دعنا ننتقل إلى زميلتنا ريتا المتواجدة في ولاية تكساس وتحديدا في سانت أنطونيو. ريتا، يعني كيف هو مزاج الناخب الأمريكي هناك؟ طبعا يعني لا شك فيه بأنه تكساس هي أحد أكبر جوائز الثلاثاء الكبير بالنسبة للمرشحين، إن كان في الحزب الجمهوري نحن نتحدث عن حوالي 161 مندوبا، الرقم كبير ويمكن أن يحدث فرق كبير للمرشحين. وكدليل على أهمية تكساس رأينا المرشحين الرئيسيين لحزب الجمهوري وصلوا إليها الأسبوع الماضي، زار الرئيس ترامب الحدود المكسيكية الأمريكية، وأيضا بالأمس نيكي هيلي حشدت لمهرجانات انتخابية في مدينتين رئيسيتين هنا في تكساس. طبعا حجم تكساس كونها ثاني أكبر الولايات الأمريكية ومن حيث المساحة وأيضا من حيث السكان، وأيضا هي ولاية ثرية فيها النفط، فيها الاقتصاد والمحرك الرئيسي للاقتصاد، كل هذه عوامل تجعل من تكساس أهمية. طبعا العنوان الأبرز الذي تواجهه تكساس هو أزمة المهاجرين، وهذا يجعلها أزمة لكل الولايات المتحدة. نحن نرى تجاذبات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول هذه المشكلة. الرئيس ترامب يحاول أن يقول أن يلقي اللوم بكامله على الرئيس بايدن وعلى الحزب الديمقراطي وسياساته في أزمة المهاجرين، بينما يحاول الجمهوريون الديمقراطيون بإلقاء اللوم على ترامب وتعنته بالتوصل إلى أي صفقة. طبعا هذه الولاية تاريخيا هي ولاية جمهورية تصوت للجمهوريين، ولكن أزمة المهاجرين هي خانقة هنا وتؤثر كثيرا على السكان. طبعا الناخب الأمريكي والناخب في تكساس تحديدا سيميل أكثر لدونالد ترامب، لأنه آخر استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم ترامب بأكثر من 68 نقطة عن حاكمة ساوث كارولينا السابقة نيكي هيلي. كريستيان، شكرا جزيلا لك ريتا، كنت معنا من ولاية تكساس تحديدا من سانت أنطونيو. أشكر أيضا الزميل حسين الطود الذي انضم إلينا من نورث كارولينا، والشكر كذلك لزميلاتنا نادية البلبيسي التي حدثتنا من فيرجينيا في واشنطن. شكرا جزيلا لكم جميعا. ونتابع ملفات الخامسة مع الملف السوداني. فبعد 11 شهرا مرت على صراع السودان، شهدت مدينة أم درمان إعادة افتتاح أول فرع لبنك سوداني بعد توقفها نتيجة الحرب. بسم الله. يبدو أن الوضع الأمني النسبي المتصاعد بصورة إيجابية داخل مدينة أم درمان دفع الكثير من البنوك والمصارف التجارية داخل ولاية الخرطوم لاستئناف نشاطها نتيجة للمتغيرات الأمنية التي حدثت على الساحة الداخلية. هنا بنك النيل يعلن بصورة رسمية استئناف نشاطه التجاري داخل مدينة أم درمان وولاية الخرطوم بعد توقف دام لما يقارب العام نتيجة الحرب المستمرة في السودان.
هذا الفرع ليس يخدم فقط عملائي في هذه المحلية أو هذه المنطقة، وإنما سيكون بوابة لكل عملاء بنك النيل في كل الفروع، يخدمهم بصورة مباشرة، لأنه إحنا عندنا ربط شبكي موحد، كل فروعنا الآن متاحة ستكون من خلال هذا الفرع خدمة لكل العملاء، يعني سحبا وإيداعا وتمويلا وتقديم كافة الخدمات الأخرى. يأتي هذا الافتتاح لهذا الفرع لتحقيق أهداف نعمل لها منذ اليوم الأول، أهمها تخفيف المعاناة عن مواطني ولاية الخرطوم الذين صمدوا خلال هذه الحرب. نحيي كل مواطني الخرطوم بشرائحهم المختلفة. ما يقارب 40 بنكا في ولاية الخرطوم خرجت عن الخدمة بعد اندلاع الحرب في أبريل من العام الماضي، خسائر تقدر بملايين الدولارات تعرض لها النظام المصرفي السوداني، غير أن خطوة استئناف النشاط المصرفي من داخل ولاية الخرطوم من شأنها أن تساهم في عودة العافية لنظام ظل في حالة غياب قسري لأشهر. نزار البغداوي لقناتي العربية والحدث، أم درمان. الانفاق على الدفاع في الصين لا يكفي، ما دفع بكين إلى زيادته بأكثر من 7% ليصل إلى 230 مليار دولار. رئيس الوزراء الصيني قال إن هدف زيادة الانفاق الدفاعي تكثيف التدريب العسكري والاستعداد في جميع المجالات، وأكدت الحكومة أنها ستتخذ خطوات حازمة لمعارضة استقلال تايوان. وفي صراع صيني آخر، اتهمت الفلبين خفر السواحل الصيني بتنفيذ مناورات خطيرة أدت إلى تصادم بين سفينة خفر السواحل التابعة لها وسفينة صينية خلال مهمة إعادة إمداد للقوات الفلبينية في بحر الصين الجنوبي. وأظهرت اللقطات التي نشرها خفر السواحل الفلبيني اصطدام سفينة مع أخرى صينية أثناء مرافقتها لمهمة إعادة إمداد. ونختم الخامسة من غضب ماسك، حيث عبر إيلون ماسك عن غضبه إزاء الحريق الذي تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مصنع تسلا في ألمانيا. وكتب ماسك على موقع إكس إن من تسببوا في الحريق إما أغبى الإرهابيين البيئيين على وجه الأرض، أو أنهم دمى في أيدي أولئك الذين ليس لديهم أهداف بيئية جيدة على حد قوله. ووصف ماسك ما حدث بالأمر المتطرف. وبهذا نأتي إلى نهاية الخامسة، كانت معكم كريستيان بيساري، شكرا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء غدا في نفس الموعد.